يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف فهل يقضي الركعة؟ وما كيفية القضاء؟ هل يركع ركوعين أم ركوع واحد لأن الركوع الثاني سنة؟ من أدرك الركوع الثاني من الركعة لم يكن مدركا للركعة لكن يدخل معهم، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة على صفتها بركوعين قضى. نعم.